السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي عزيزاتي، وش راكم حنوناتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيات كما دايما نلقاكم. اليوم جيتكم بواحد شبه فيديو، ماشي فيديو يعني من تصويري ديجا، باسكو لي فوتو هادوما بون. خلوني نبداو لكم نبدا لكم بالبداية. البنات حبيت نقول لكم، البنات اللي مازال ما على بالهمش باللي راهو حل حانوت محل نتاع كلش ب10,000، كيما هذاك اللي في ميسوني وكيما هذاك اللي في باب الجراح، او حل في باب الواد. وين جاي قولوا لي يا خديجه وين جاي؟ نقول لكم راهو مقابل لوبيتال مايو، الباب الفوقاني تاع لوبيتال مايو تاع سبيطار مايو تاع باب الواد، راه مقابله. تخرجي من الباب الفوقانيه توقفي تخزري في الخطوه اللي مقابل تشوفي هذاك هو الواجهه ديالو، انا صورتها لكم في الاول، وهذا الفيسبوك ديالو. البنات ما عندوش بزاف اللي يفتح، اون كانزان دو جوغ برك ملي حل، زعما واحد 15 يوم ابو بخي هكذاك ملي فتح. انا كي رحت له باغ ازار، رحت له بيتر مايو كي خرجت شفته، رحت تمنيت نصور لكم ما قدرتش، سيتي فريمون امبوسيبل باسكو كان الغاشي 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 الغاشي، ما نقدرش نصور لكم كيفاه. دونك سيتي فريمون امبوسيبل، شفت الغاشي هذاك هربت ما نكذبش عليكم. دونك النص دايرين الكمامات ونص لا لا اي تو اي تو. رحت ليه على كل حال، تكلمت مع مول المحل قال لي حنا اللي عندنا في باب الجراح تاع ميسوني ماشي كيف كيف، هكذا تاع ميسوني وحده، واللي في باب الجراح وباب الواد هادوما نتاع نفس الانسان. المهم راكو فهمتوني واش حبيت نقول. عطاني المهم عطاني لوتوريزاسيون باش ناخذ التصاور اللي راهو حاطهم في الفيسبوك ديالو. دونك هادوك اللي عطيت درت لكم بيهم واحد التشكيله باش يكون عندكم اون ايدي نتاع واش عنده ابو بخي في الحانوت ديالو. البنات كبير المحل الله يبارك، حاط فيه كوتي ماكياج بون، باش بون خلينا نكمل لكم ونفهمكم مليح. حاط الماكي جهه تاع ماكياج، جهه تاع الماعن، جهه تاع البلاستيك، حتى ادوات مدرسيه عنده شويه، عنده واسمهم هذوك لي فوزونغ، عنده لي فوسيل، عنده لي لونتي، عنده بزاف بزاف الامور، عنده حتى لي ساكيت وهاد الامور كامل. عامل كاكو تشوفوا يعني تصوري يبينوا لكم واش كاين. واني خليت لكم النيميرو التليفون ديالو، كاين ان اوتر نيميرو في واحد وحده من لي فوتو دوك تجوز معاكم، وقعدوا يعني حتى الاخر تقدروا باش تاخذوا هكذا واحد اللمحه نتاع واش كاين بالنسبه للبنات اللي مازال ما راحوش هكذا باش نتفاهموا. واللي راحوا له يا اختي بصحتكم، مي ما نكونسيكمش باش تروحوا هاد الايامات البنات كامل، باسكو فريمون غاشي عنده يعني بقوه ما تقدريش ميم با تشوفي. المهم على المرض كامل خذوا حذركم حبيباتي. هكذا دونك قلنا جاي في باب الواد مقابل لوبيتال مايو مقابل الباب الفوقانيه، والاسم ديال المحلات ديالو محلات البراء. انا خليت لكم قلنا الفيسبوك ديالو في اول الصفحه في اول الفيديو في اول الفيديو. كوم توجور خالد خديجه تغلطي بزاف، الله غالب والله راني غنجري وسمحوا لي بزاف بزاف، وطولت عليكم في لي فيديو نتاع البيع والشراء. راح نخلي لكم كيفاش تبعتوا لي وكيفاش تصوروا في صندوق الوصف تاع لي فيديو. لا بروشين فيديو باذن الله باذن الرحمن على بالكم، مع جات الدخله تاع المسيد والدراري والطبيب وهادي في هادي، راه ما عندي لهنا لي فيديو تاعكم، سمحوا لي بزاف بزاف والله ما راني نقعد يا البنات غير حتى الليل، وما رانيش نرقد تالمون جري جري جري، ربي يعني الله المستعان وصافي ادعوا لي وخلاص. هذه هي حبيباتي، نخليكم تشوفوا ابو بخي تاخذوا واحد النظره على واش عنده، ما نهدرش حتى لاخر فيديو سي بوكو سي ترو فوالا. دونك كملوا تشوفوا هكذا تاخذوا واحد اللمحه نتاع واش كاين. صراحه عنده سلعه شابه باش ما نكذبوش على بعضنا، الفرق بينه وبين الاخرين راهو كاتب كلش ب 10,000 و15,000 و20,000، ماشي كاتب كلش ب 10,000 وداخل لي دوطخ بخي، او كاتب من برا شوفوا لابلاك ديالو كلش ب 15 تما كل حاجه وصلتها، مي فريمون سي دي بري با كاسا وكامل لي بري لي سوراجي صراحه. يعني هاد المحلات تاع كلش باش لك سواء تاع ميسوني تاع باب الجراح ولا هذا جديد. حنوناتي نح عليكم، نحبكم بزاف بزاف، خلوا لي تعليقاتكم الزينه. اللي مازال ما دارت اشتراك الحبيبه ديالي واش راكي تتسناي، الضغط على زر الاشتراك، ما تنساش تفعلي الجرس، سورتو فعلوا الجرس هو الصح يا البنات، اكثر من الاشتراك الجرس هو اللي الصح باش تلحقكم كامل. عشاك فين نحطوا فيديو شوي باكي شوي باكي ما نتوما تلحقكم باذن الله هكذا. و فوالا نسيت كاش حاجه حطوها لي في التعليقات، حبيتو كاش حاجه حطوها لي في التعليقات، اتصلوا بيا في انستغرام همسات خديجه اون فرونسي بيان سور، والفيسبوك تاني همسات خديجه. لايكاتكم كثروا لي لايكاتكم ودعمونا شويه هكذا باش نفرح انا تاني نفرح كيما راني نفرحكم حنوناتي.
Gros bisous pour vous, pour vous toutes. حبكم بزاف بزاف والسلام سلام.